جنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية جميع المشاهدين والمتابعين في اللي شاهدنا في البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش، جواء جد باردة من مدينة وانتم عندكم شي برد في مدينتكم، انتم واش كاين شي برد عندكم في مدينتكم بطبيعة الحال، لأن مباشرة جواء باردة، السميق اللي ديال البرد صباح مدينة العرائش. أمطار الخير تتهطل الآن كما شفتوا بطبيعة الحال، الشتاء الحمد لله الخيرة ربانية، أمطار الخير كطيح، الله يرحمنا برحمته الواسعة بطبيعة الحال، نتمنى بطبيعة الحال أن الشتاء طيح، لأن إلا طاح الشتاء بطبيعة الحال ما غاديش يبقى بحال هاد السميق اللي ديال البرد. تهنا البرد اخي، تهنا البرد، كاين البرد بطبيعة الحال في افران، ولكن حتى حنا عندنا كاين تجربة ملعب سلام بين مشيش بطبيعة الحال وهاش يمكن فيها التلج والسميق اللي ديال البرد كيوصلنا حتى لهنايا، السميق اللي ديال البرد مقدرش تخرج ولا تنوض ولا توقف. مازلنا متبلو فيها متبلي قناة شوف تيفي، شوارع المدينة خاوية كما كتشاهدو، ظل الطريق يطير الإنسان يسير. السميق اللي ديال البرد فني البرد مبقاش خاطر نهضرو للأسف، السميق اللي ديال البرد. إذا لازلنا متبعو فيها متبعي قناة شوف تيفي في هاد البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش، السميق اللي ديال البرد في مدينة العرائش، أجواء باردة في شوارع خالية
من المواطنين متبين الأوفياء.